طبعا انت بتتكلم في ده حبيب قلبي كابتن رمضان السيد، نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق، اهلا وسهلا بيك يا كابتن. ابو حميد ازيك يا ابو حميد يا حبيبي؟ ازيك يا ابو الكباتن؟ ربنا يخليك يا ابو حميد، الله يخليك يا يعني حبيبي. اعتقد ان كل الجماهير بتتفائل بيك، بتدخل لنا قبل المباراه المهمه وبتقول لنا كده روشته سريعه كده، واعتقد ان كلامك كله بيتحقق الحمد لله. والله الحمد لله يا ابو حميد، يعني اعتقد ان احنا ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي طبعا وجمهور مصر كله الحقيقه. يعني يمكن انا في رايي ان مباراه النجم الساحلي حسام البدري ادارها بامتياز، وادارها يعني يمكن قبل المباراه بثلاث اربع ايام، لان هو الحقيقه فكر في مباراه النجم في مباراه الرجاء لما اتصاب الحقيقه حسام عاشور. وده فكر عالي جدا جدا جدا، يعني هو حتى ما استناش لغايه مثلا ما تخلص المباراه وبعدين يفكر في النجم، وده الطبيعي يعني. لا ده هو فكر اثناء المباراه وتعامل مع باقي المباراه الحقيقه، ان مين اللي هيلعب في مباراه النجم الساحلي جنب السوليه. اعتقد ده يمكن كانت بدايه ان فعلا يبقى في توفيق بشكل كبير جدا 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 في اداره حسام للمباراه. النادي الاهلي عمل جيم الحقيقه بحميد، انا في رايي من افضل المباريات اللي اتلعبت من فتره كبيره جدا جدا. اكيد يا كابتن. طبعا، يعني جيم اولا ما فيش حاجه اسمها انك تسيطر على على مباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. النادي الاهلي عمل كده فعلا، يعني النادي الاهلي فرض ريتمه وفرض اسلوبه، وحسام البدري بالذات كمان يعني فرض ريتمه وفرض اسلوبه على فرقه النجم الساحلي من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، ودي يمكن انا ما شفتهاش الحقيقه يمكن من فترات كبيره جدا. وكمان يا كابتن كان في غيابات، كمان غيابات مؤثره جدا، حسام عاشور وصالح جمعه طلع واحمد فتحي. طبعا طبعا، انا عشان كده انا بقول لك ان حسام ادار المباراه بامتياز دي، لان هو يعني بدا في ادارته لمباراه النجم الساحلي من بعد اصابه حسام عاشور في مباراه الرجاء، وده فكر عالي جدا 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 فعلا. يعني انه يبدا برامي ربيعه في المكان ده، اعتقد ان في ناس كانت معترضه ان رامي يبدا في المكان ده على اساس ان هو ماشي كويس مع سعد سمير، لكن الحقيقه هو فكر في حاجتين، ان راما هيملى له الحته دي بشكل كويس قوي، وكمان رامي كمان ده عمل اضافه كمان ان هو كمان عامل زيادات في الناحيه الهجوميه، فدي كمان اضافه لحسام البدري، وفي نفس الوقت هو كان عنده ثقه كبيره جدا 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 في النجم، انا في رايي نجم النادي الاهلي محمد نجيب، لان هو الحقيقه اي وقت يعني بتتزنق فيه بتلاقيه بامتياز كمان. لعيب نموذج يا كابتن، لعيب نموذج، لعيب نموذجي، لعيب محترف طبعاً. لعيب انا بصراحه احب النوعيه دي من اللعيبه بشكل كبير جدا. انا عارف يا كابتن، انا عارف. يعني يا كابتن دلوقتي في اختيارات صعبه جدا للكابتن حسام بدري برجوع احمد فتحي، هل هيستغنى عن محمد هاني ولاعب احمد فتحي باك يمين، ولا هيستغنى عن نجيب ويحط احمد فتحي الديفندر ويرجع رامي كسير دي باك؟ لا اعتقد ان احمد فتحي يعني محمد هاني الحقيقه انا في رايي كمان تالق الحقيقه في المباراه طبعا، لكن احمد فتحي ليه دوره وليه خبراته في المباريات النهائيات بالذات. احمد فتحي لازم موجود في مكانه، وانا لازم حسام بعد نجاح التجربه بتاعه رامي وبتاعه السوليه يلعبوا جنب بعض الحقيقه، لا لازم اثبت ديت، ومفيش اي مشكله خالص نجيب هيقوم بالدور مع سعد سمير على اكمل وجه. كلام محترم جدا. كابتن رمضان، سر الست اهداف اللي كان يعني مفيش اي حد في مصر يتوقعهم من المباراه السابقه، تفتكر السر ده كان في جمهور قوي كتير قوي، يعني 50,000 ماله او اكتر من 50,000 فخضوا فريق النجم الساحلي، تفتكر تركيز زياده قوي من لعيبه النادي الاهلي، ايه السر في الست اهداف دول من وجهه نظر حضرتك؟ اولا يعني نمره واحد، من انا في رايي من نمره واحد لمليون جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمره جمهور عظيم، ويعني اعتقد ال 50,000 او 60,000 اللي كانوا موجودين في الاستاد يخضوا اي حد بالزبط. لكن احنا برضك زي ما احنا بنتكلم على جمهور النادي، لا انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي كمان الحقيقه واداره حسام للمباراه. لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه تحس ان الناس نازله مركزه، وناس نازله يعني انا هقول لك حاجه يا حميد، اي تيم كوره في مكان لعيبه النادي الاهلي كان بعد 3-0 كان ممكن يتراجع وممكن كان يدافع وممكن كان، لا ده بالعكس، لو هم جايبين 5 جوال عاوزين يجيبوا جوال تاني. بالظبط. يعني عاملين، انا في رايي لا يعني لعيبه النادي الاهلي عملوا جيم بحسام البدري جيم ما حصلش من 20 سنه مثلا. حلو يا كابتن، يعني انا بقول لك الكلام ده ليه يا كابتن رمضان؟ حضرتك قلت جمهور النادي الاهلي اعظم جمهور، وبصراحه الجمهور انا قلت قبل كده الجمهور بيفرض على الجهات الامنيه رجوعه بالتزامه وانضباطه اللي محسوس يعني للجميع. بالظبط، لان كان جمهور كان 50,000 وجمهور 50,000
محترم بالزبط. يعني ناس محترمين بالزبط. جدا 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 بالظبط. شايف ان احنا ما انش الاول ان احنا نزود العدد في المباراه النهائيه كابتن رمضان؟ يعني الامن وافق على 50,000 للاسف. انا عمال اقول من اول حلقه يا جماعه لا 50,000 قليل قوي. والله انا بطالب الامن الحقيقه بالحاله اللي كان عليها جمهور نادي الاهلي في المباراه، انا في رايي ان هو يروح ل 80,000 وهو يعني مطمئن اطمئنان كبير جدا ان هو يعتمد على جمهور عظيم وجمهور محترم، وان شاء الله باذن الله يبقوا سند للعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي يا رب. يعني اخر سؤال يا كابتن رمضان عشان ما اطولش على حضرتك، اتفضل. شايف الست اهداف هيكونوا دافع للوداد ولا هيكونوا ست اهداف مخيفه للوداد؟ اعتقد ان النتيجه دي مرعبه، يعني النتيجه دي قبل المباراه النهائيه هي نتيجه مرعبه، لانك انت اي حد بيحلل او اي حد بيتكلم في الكوره قبل مباراه النجم والاهلي لا يمكن يقول النتيجه هتروح حتى للرقم ده خالص، حتى لو حتى حد بيحلم يعني. فاعتقد النتيجه دي مرعبه، والنتيجه يعني انت عارف مش صدفه. انا في رايي ان هي ممكن انت تجيب 6 جوال كده وخلاص، لا انت عامل سيطره من اول دقيقه لغايه اخر. انا معاك، هي مش صدفه غير متوقعه، عشان لا هي مش صدفه خالص طبعاً. لا لا طبعاً. ده كان ممكن يبقى اكتر من 7-8 كمان. بالظبط كده. فعشان كده انا اعتقد ان ده كمان هيبقى دافع للعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان هم ينزلوا ان شاء الله يحسموا لقاء القاهره ان شاء الله باذن الله. يا رب. طمنا عليك بقى كابتن والدوري بتاعك. تمام الحمد لله. النهارده كان عندنا مباراه في الكاس الدور التمهيدي وكسبنا الحمد لله 1-0 فرقه بورتو، وان شاء الله باذن الله عندنا يوم الاحد اللي جاي منتخب السويس، وبعد كده نروح دور ال 32 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن رمضان تستاهل كل خير. كابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق، شكرا جدا لحضرتك.